طيب انعقاد هذه الندوات الدولية بمبادرة من مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم وبشراكة مع جمعية جهات المغرب يندرج في إطار المعالجة العلمية لهذه النبتة التي انتقلت من مرحلة المنع إلى مرحلة الترخيص انطلاقا من مصادقة البرلمان المغربي على القانون رقم 1321، وقد والذي مر عليه الآن تقريبا سنة وزيادة، وقد صدرت بعد هذا القانون مجموعة من المراسيم التطبيقية حددت كيفية اشتغال هذه الوكالة التي أنشئت لذلك. وفي الأسابيع القليلة الماضية تابعنا تعيين السيد مدير وكالة وكالهاته السي محمد القروج، وبدأت في تسليم تراخيص، إذ تابعنا جميعا تسليم 10 تراخيص لشركات في هذا الموضوع. المعالجة أو الدراسة في إطار هذه الندوة هي دراسة علمية يشارك فيها الأستاذ الطبيب وعالم الاجتماع والمؤرخ والبيولوجي والأستاذ الكيميائي.